بكبسة زر واحدة يدخل الشاب خير الدين مجال الأعمال الإلكترونية متحرراً بذلك من أعباء المحلات التجارية بعد إنشائه لمتجر رقمي ليتفاجأ بعدد الزبناء اللامحدود. عمل في التجارة الإلكترونية راح تكون شغل ما عندهاش محدودية وقت ولا محدودية وقت إغلاق ولا راح نكون نخدمو شغل بشكل مستمر يعني لي كوموند مي راح يدخلونا احنا نعاودو نكونفيرميوهم ونعاودو شغل نسينياليهم باه نروح نليفريهم. طريقة يعني راح تكون من المنزل يعني مانيش مكلفة واني تكون عندك مكان ونتقدر تزاول العمل تاعك يعني من المنزل تكون عندك مجرد طاولة ونتقدر شغل بالهاتف ولا بالحاسوب. بعض التجار قرروا غلق محلاتهم وفتح متاجر إلكترونية. كاين ظاهرة غلق المحلات لأسباب متعددة. كاين الناس لما تفتح المحل تفتح المحل بطريقة عشوائية نوعا ما. قولوا باللي المتجر الإلكتروني أحسن بكثير لأنك راح تعرف سلعتك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورانا عم بنا درك في مواقع التواصل الاجتماعي راهو يديباسي أكثر من 2 مليار مستعمل يعني هو شغل راح يكون الفئة المستهدفة يعني تتلقى المنتوجات تاعك يعني بكل سهولة. برأس مال صغير قد تحقق أرباحا خيالية، هذا ليس حلما بل حقيقة. مليح تطرقوا هذا الباب وتجربوا لأنه مرات تطلب منك رأس مال بسيط. أنا على مستوى الشخصي نعرف بزاف ناس بدأوا ب 500,000 ووصلوا الأرقام كبيرة بزاف، كاين اللي بدأوا بمليون ووصلوا أرقام كبيرة. كنقول لك أرقام كبيرة يعني نحكوا إلى فوق المليار، لأنه الموضوع يتطلب مهارات معينة ويتطلب صبر ويتطلب اطلاع مستمر. للأمانة الحمد لله فيه خير ولكن يتطلب مجهود. مع التقدم المستمر ونمو الهائل للتجارة الإلكترونية وتحقيقها لأرباح عالية، إلا أن إنهاء التجارة التقليدية أمر مستبعد ما دامت هناك فئة معينة ترفض حتى الآن التعامل مع المنتجات الرقمية.